الرياضي الكبير استاذ خالد التريبي. استاذ خالد نورنا ومشرفنا. ده نورك، وانا اللي بتشرف بقناه الاهلي وان موجود معاك. شرف لينا، ربنا يكرمك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الدنيا ماشيه كويس طالما الاهلي ماشي كويس والبنيه ماشيه طيب كويس. الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا، خلينا نبتدي بفوز النادي الاهلي بالدوري. طبعا الكلام هيبقى اكتر عن مباراه الغد ما بين الاهلي والزمالك، ومباراه قمه في كل الاحوال يعني، لكن ازاي بتشوف فوز النادي الاهلي بالدوري بعد موسم كان صعب جدا جدا جدا، وانت من الناس القلائل كده اللي في نص الموسم قلت ايه؟ قلت الاهلي هيفوز ببطوله الدوري، وكان الاهلي لسه بعيد. برضه عايز اعرف كان بناء على ايه التصريح ده؟ خلينا نقول ان يعني الفوز للنادي الاهلي بالدوري ده، او الكلام او الرهان على النادي الاهلي من بدري انه هياخد الدوري، ده رهان في محله. يعني السؤال، انا بقى اللي هسال سؤال، لو النادي الاهلي انت ما رهنتش عليه هتراهن على مين؟ مع احترامنا الكامل لكل الانديه طبعا، بس ساعتها انا قلت التاريخ دايما بيقول ان النادي الاهلي بيكون في بعض اللحظات الصعبه بيكون متاخر، بيكون في ظروف صعبه بيمروا بيها، بيكون في اوقات اسوأ من كده بكتير، بس النادي الاهلي عنده من الشخصيه اللي بتخليه يعود ويعود بقوه ويكون مرشح من اقوى المرشحين. دايما النادي الاهلي اي بطوله بيدخلها هو لابد ان يكون رقم واحد هو المرشح للبطوله. كويس، دي 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 قاعده ثابته. لكن في نفس الوقت الظروف كانت معاند النادي الاهلي شويه في بدايه الموسم. ما هو هي دي اللي احنا بنتكلم فيها، شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي في اغنيه بتقول تقريبا الاهلي لو وقع ليه 1000 قومه. يعني دي حقيقه، دي حقيقه مصنوعه من شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي القادر على العوده في اي وقت. الموسم نفسه كان فيه انكسارات قبل ما يكون فيه، الموسم نفسه موسم طويل فيه انكسارات وفيه انتصارات. انت قدرت انك تقوم بالشخصيه بتاعت النادي الاهلي. طيب هيمتد الحديث عن النادي الاهلي وفوزه ببطوله الدوري كمان عن مباراه الغد ما بين الاهلي والزمالك، لكن خلينا نروح لفاصل سريع. بعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الهام جدا مع الاستاذ خالد التريبي. بعد الفاصل. كلمات الاغنيه دي منطبقه على الموسم خالد السنه دي؟ هو طبعا، بس احنا اشتقنا للجماهير طبعا، دي حقيقه. يعني اشتقنا لوجودهم في المدرجات، اشتقنا لوقوفهم خلف الفريق. في اوقات كتير جدا كان وجود الجماهير يفرق كتير. وجودهم باغانيهم، بمساندتهم، عارف، بغضبهم حتى في المدرجات عن ده، بيشكل دوافع كبيره للاعبين طبعا. ده بينقل اللاعب من حاله لحاله. ممكن يكون لاعب حاسس ان النهارده مش يومه، هو بيأدي بشكل يعني في رتم هادي شويه. وجود الجماهير بيفرق. هو انا بشوفه رقم واحد في صناعه. اكيد طبعا الكرة. ده شيء مفروغ منه يعني. هل حان الاوان خلاص لعوده الجماهير بقى للمدرجات بعد بطوله الامم الافريقيه والمنظر اللي شفناه الاكثر من رائع، وخلاص بقى يعني لازم الجمهور يرجع للمدرجات، ما ينفعش نشوف ماتشات من غير جماهير؟ اعتقد ان التجربه اثبتت ان خلاص يعني. مناسبات كانت كتير جدا، مباريات كتير جدا كان فيها جماهير بشكل كبير. نظام بقى موجود، نظام الفان اي دي موجود وهيتم تطبيقه. النادي الاهلي عنده برضه بطاقات للمشجعين بتوعه. بالظبط. الموضوع طول ما انت بتنظم كويس وبتقنن اوضاعك كويس وتحط كل حاجه في اطارها الطبيعي، ده في اي مجال لازم تنجح، ولازم تنتقل من المرحله اللي انت فيها لمرحله ثانيه في حاله التخطيط كويس. واعتقد ان ده تم التخطيط له كويس، والفتره اللي جايه هيكون فيها عوده للجماهير ان شاء الله. فعلا انا الان الاوان خلاص ان الجمهور يرجع للمدرجات، وده شيء مطلوب جدا جدا، لان دايما الجمهور هو روح اللعبه بتحديد كره القدم، معشوقه لكل الجماهير يعني، بتحديد الجماهير المصريه اكيد يعني بشكل كده. ان شاء الله يحصل خلال الموسم الجديد. ما اعتقدش هيكون في اي مبرر او اي حجه بقى ان الجمهور ما يرجعش يعني، ان شاء الله يحصل. لكن خلينا نرجع نكمل كلامنا على بطولة الدوري، وانت خلاص اتكلمت في حتة النادي الاهلي عنده سمات معينة بيقدر من خلال ان هو ينافس على بطولة الدوري، لكن عايز بالتحديد اتكلم على مباراة المقاولين العرب، وهي مباراة الحسم، وكانت قبل مباراة مهمة زي مباراة بكرة اهلي وزمالك. شفت المباراة دي ازاي بكل الامور اللي حدثت فيها، الاهداف، في تألق بعض اللاعبين، الاداء كمان بالنسبة للنادي الاهلي؟ بص، انا حابب قبل النقطة دي كنت اكمل نقطة ما كملهاش عشان الفواصل. تمام. خاصه بالبطوله ده بشكل عام النادي الاهلي، الهدوء اللي اتعمل بيه الاداره مع الازمات اللي توالت على الفريق. اوقات كتير جدا كان ممكن يتم تغيير المدير الفني،
وتوقع الكثير يعني الكثير كل ناس كتير جدا توقعت في مناسبات عديدة إقالة الجهاز الفني. مناسبات عديدة جدا تم توقع عقوبات بعد خروج من أفريقيا بالتحديد يعني كتير يعني كان في كلام كتير جدا. الهدوء اللي تعام انا دلوقتي مش في مجال ان نقيم هل المدير الفني كويس او وحش او مستمر او مش مستمر, ده مش قراري, ده قرار اداره النادي. الفكره كلها انت تعاملت ازاي مع الازمات اللي تولت عليك, الضغوط اللي انت كانت وكلنا عارفينها اللي كانت من كل حد من وصوب زي ما بيقول كل مكان, اوقات كتير جدا من اصابات من ايقافات من ضغط مباريات من ضغوط طبعا. من حاجات كتير داخليه وخارجيه. قصة انك تطلع وتحتفظ بهدوءك وتطالب جماهيرك بالهدوء وانك لا الدوري للنادي مهما كنت بتبعد هما كان كل التأكيدات اللي جايه من الاداره جايه من اداره الكوره كابتن سارة حفيظ لا الدوري موجود احنا ما بعدناش, ودي الرساله اللي كانت دايما بينقلوها للاعبين بعد الخروج من افريقيا بالنتيجه كبيره. اتوقع برضو قطاع كبير جدا ان الفريق تراجع, هنا كان دور محوري لإدارة النادي الأهلي طيب. في إن هي تقدر تحافظ على حظوظك في بطولة الدوري وإنك أنت خلاص أوريدي خلاص خسرت البطولة اللي أنا شايفها الأهم في الموسم, لأن الدوري عند الدوري موجود كتير عند النادي الأهلي ده ما قللش من قيمته, هو طبيعي الدوري مكانه في الأهلي بس ما خسرش كل حاجة وهو ده التحدي صح. اللي نجح فيه كل فرد في منظومة النادي الأهلي بداية من كابتن محمود الخطيب حتى أظهر ناشئ حتى في النادي. فده كان بالنسبة لي نجاح ومطبات صعبة تم العبور منها بنحيي عليها مجلس إدارة النادي الأهلي وكل فرد في منظومة النادي الأهلي. أكيد يستحقوا كل التحية والشكر والتقدير على أهمية الاحتفاظ باستقرار الفريق في نص الموسم, ودي جزئية بتبقى مهمة جدا جدا يا جماعة واللي بتأدي في النهاية للنتائج. النتائج اللي احنا شفناها دلوقتي بتتمثل في فوز النادي الأهلي بطولة الدوري ولسه إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل كمان بالنسبة للنادي الأهلي. مباراة المقاولين بقى شفتها إزاي؟ مباراة المقاولين كانت مباراة ببطولة, مباراة حسم, مباراة ببطولة يعني وكنت محتاج فيها تتعامل مع خبرات النادي الأهلي, خبرات كويس. النادي الأهلي لابد تتحلى بالتركيز مع الهدوء هدوء مش تراخي تمام محتفظ بكل العوامل اللي تخليك تنجح في مباراة. انا شايف ان حرص كان في حرص زايد وكان في تحفيز مطلوب بس كان المقاولين شايف ان هو جاي من فترة ما لعبش مباراة كتيرة افتقد بعض اللاعبين المهمين بالنسبة له, كان لابد ان النادي الاهلي يفوز في المباراه دي وفعلا كان لعيبه الاهلي في الموعد ان هم حققوا المطلوب وبعدوا عن الحسابات علشان يدخل على مباراه القمه باريحيه صح. اريحيه حسابيه مهمه الجمله دي اريحيه حسابيه صح. ان انا احسم الدوري صح. ان انا مش ما يكون عندي ضغط ان انا اكسب الدوري لابد ان انا احسم الدوري ولابد ان انا افوز على الزمالك, لا خلي ضغط كل مباراه على حده صح. عايز ضغط مباراه المقاولين ان انا اخلص الدوري قصه ان انا ادخل باريحيه حسابيه واكون حاسم الدوري بالنسبه لي علشان يكون اللقاء بالنسبه لي هو لقاء معنوي ومعنوي ده بنحط تحتها صح 100 خط صح. ان مباراه الزمالك مهمه ودي انا اتطرق ليها مهمه طبعا بس مش بطوله زي ما الناس بتقول, انا شايف ان هي مش بطوله بس مباريات اهلي وزمالك مهمه تاريخ لا بص لك حاجه مهمه تاريخيه للجماهير وللنادي وكل حاجه بس انا بحب احط كل حاجه في نصابها الطبيعي. طب هنيجي لمباراه الاهلي والزمالك بس نكمل مباراه المقاولين اتفضل. انا زي ما بقول لك هي كانت مباراه بطوله والنادي الاهلي نجح في انه استغلال الفرصه ودي سمات الفرق الكبيره بالتحديد طبعا ما كنتش قدامك كام فرصه بنشوف على فكره بنشوف في فرق بيكون بينها وبين بطوله ضربه جزاء بالظبط وتضيع يعني في النهايه هي بيبقى في عنصر برضو لابد ان احنا نقول ان عنصر توفيق لابد ان يكون موجود ونرجع نقول تاني برضو ان عنصر التوفيق لا ياتي الا من يستحقه مش هتكون بتتعب وتجتهد ومره يكون التوفيق ضدك وهيفضل ضدك على طول في مباريات ممكن ما تكونش فيها انت كويس وتحقق الفوز والعكس بس في النهايه المحصله النهائيه التوفيق بيقف جنب المجتهد طول السنه وهي بطوله الدوري اصلا بطوله النفس الطويل بطوله البطل
يعني بطوله البطل ليه سمات ليه سمات معينه، خاصه بطوله الطويله اللي زي بطوله الدوري محتاجه هدوء وشخصيه وتركيز وعوامل كتير وصبر جماهيري واداره، في حاجات كتير جدا اعتقد انها متوفره في الاهلي، اعتقد اكيد متوفره في النادي الاهلي بشكل كبير، وده اللي بيفسر 41 بطوله من اصل 60 بطوله. اغلب بطوله الدوري السنه دي بعد الظروف اللي كانت محيطه بها والرغبات ان النادي الاهلي ما يكونش بطل، رغبات طبعا رغبات، بس النادي الاهلي اكبر، يعني اكبر من شخصيته اقوى، شخصيه متوارثه يعني على مدار اجيال كتير، اجيال كتير جدا، وكان في حاجات مماثله بس مش بالقوه دي، يعني كان حاجات مش بالقوه دي ومش بالضغوط دي ومش بالظروف دي، لكن برضه هو النادي الاهلي، النادي الاهلي بيتعامل مع كل الظروف وهو ده اللي صنع شخصيه النادي الاهلي. طيب مين لفت نظرك في مباراه المقاولين من النادي الاهلي؟ حسين الشحات. حسين الشحات طبعا هو كل الفريق طبعا كان منظومه كويسه اكيد، كان واضح التركيز من اول المباراه على انهائها مبكرا، بس حسين الشحات عجبني تطوره وربطت بينه وبين تصريح مارتن لاسارتي في معسكر اسبانيا انه قال انتظروا بدايه مختلفه فعلا صح لحسين الشحات مع النادي الاهلي صح. وعايز اقول لك على حاجه، على الرغم من الانتقادات اللي بياخدها مارتن اللي بتوجه لمارتن لاسارتي، تصريح زي كده ويجي لاعب بعد تصريح مباشره باسبوع يعني يخلي كل الناس تقول حسين الشحات بدايه مختلفه، دي رؤيه برضو للمدير الفني، زي ما بنتقد الذكاء في التعامل النفسي طبعا، زي ما بنتقد المدير الفني كل مدير فني له وعليه تمام. هو شايف ان حسين الشحات جاي، وده اللي واضح في مباراة المقاولين، واعتقد ان حسين هيبان اكتر في مباراة القمة خاصة بعد المعنويات الكبيرة. صلاح مديله الكرة دي فظيعة طبعا، وبعد ما حس، خد بالك قصة انك تحس انك لاعب مهم او تحس انك مهم في اي مكان انت فيه بتختلف كتير جدا عن انك يكون ليك دور رئيسي او دور محوري، انما تكون لاعب عليك امال كبيرة والكلام انا شايف ان فتره التوقف اللي فاتت من اكثر المستفيدين منها هو حسين الشحات. حسين الشحات طبعا هو قدر بالوقت يشيل، خد بالك هو جه في توقيت الفريق صعب. الفريق متراجع والفريق كل الناس بتقول على النادي الاهلي، النادي الاهلي لابد من انتشاله من كبوته، وكان حسين الشحات اول لاعب محطوط عليه امال انه يشد الفريق من الكابو دي. كل دي ضغوط ملقاه على لاعب لسه جاي وبيحب النادي الاهلي وكلنا عارفين ده طبعا، فاحيانا ده بيكون ضاغط عليك، احيانا بيكون ده بيكون مؤثر عليك، لكن الوقت الطويل انك تكون في متوقف وانك تكون معسكر ويزيد من انسجامك مع الفريق ويشيل من الضغوط اللي عليك والمدير الفني متع بجنة طبعا جنة ولسه ابداع كبير جدا. انا شايف ان حسين الشحات عنده كتير لسه هيقدمه مع النادي الاهلي ويستحق، هو لاعب بيحب النادي، انا بحب اي لاعب بيحب المكان اللي بيلعب فيه صح، انا بحب اي لاعب منتمي للمكان اللي بيلعب فيه بيضحي في زمن احنا حاليا عارفينه ان هو، ومش عيب على فكره كل واحد بيفكر بطريقته الخاصه، احنا دلوقتي في زمن يقال عليه احتراف، هو احتراف يقال عليه احتراف هنا في مصر من ناحيه الرواتب اللاعبين، انما كنظام احتراف واقع مفيش، لا احنا ما حصلناش لسه شبه احتراف، نتمنى احنا مش عايز افضل اتكلم بنظره سوداويه للامور، لكن احنا محتاجين نفكر نخطط نشتغل نتعب صح، احنا محتاجين نتعب بجد، محتاجين ان احنا نفكر في منظومه الكوره ان هي مش مجرد كوره جلد و11 لاعب بيجري وراها و11 لا، دي صناعه، دي صناعه كبيره وقايم عليها اقتصاد دول على فكره أكيد. في جزء كبير جدا ونحسبها وممكن نقول دخل الدول من صناعه كره القدم عامل ازاي، واحنا مصر تملك من الامكانات واللاعبين والكوادر ما يؤهلها ان هي تستفيد وكتير من صناعة كرة القدم، بس نفكر طيب اشتغل. انت خلال كلامك قلت ان حسين الشحات جه في وقت صعب جدا وكان عليه ضغوط كبيرة جدا، طب مش نفس الوقت ده اللي جه فيه حسين الشحات جه فيه مستر مارتين لاسارتي مدير فني النادي الاهلي وقدر ان هو يرجع بالفريق
لقمة البطولة، وكمان خد بطولة الدوري. بيواجه بعض الانتقادات في بعض الأحيان، مفيش أي حد فوق النقد، وبالتحديد المديرين الفنيين دايما بيبقى ليهم انتقادات يعني، لكن مش يحسب ليه هذا النجاح بتحقيق بطولة الدوري هي الأصعب في تاريخ النادي الأهلي؟ بالطبع ان هو يحسب ليه، وزي ما قلت لك في كلامي انه قدر يعني يقدر يطور من مستوى عمرو السوليه، قدر يطور من كريم ندفد، قدر يطور من اداء بعض اللاعبين، لكن كان ينقصه، وده اللي اعتقد انه بدا يكتسبه في الفتره اللي فاتت. كان ينقصه ان يعرف حجم وقيمه الفريق اللي بيدرب، كان ينقصه. دلوقتي اصبح مدرك طبعا بالموضوع. النادي الاهلي لابد انه يكون بيلعب بشخصيه النادي الاهلي، انا ما بدافعش قدام حد، انا بفرض اسلوبي قدام اي حد، وده اللي اعتقد انه هيكون. انا ما مهدش الطريق زي ما بقول قرار مدير فني بقائه او عدمه او ده مش قراري، مش مطروح اصلا، مش مطروح اصلا عشان يكون في قرار كده او كده يعني. لا هو عامه انا ليه بقول كده، علشان دايما النادي الاهلي بيقيم موسم بتاعه بعد نهايه كل موسم. بالظبط، والتقييم متروك طبعا لمجلس الاداره والمسؤولين عن الكره. طيب خلينا نروح لماتش الاهلي والزمالك، مباراه قمه. انت مختلف معايا ان هي مباراه بطوله، انا شايفها هي مباراه بطوله، لان اهلي وزمالك فرقتين كبار، وعلى مدار التاريخ اهلي زمالك اي حد بيستنى هذه المباراه. فشايف المباراه دي بكره ازاي، خصوصا بعد تحقيق النادي الاهلي اللي هدفه الاساسي هو الفوز بالدوري؟ حلو، هي مباراه مهمه وتاريخيه، تمام، وبغض النظر عن الحسابات اللي بتكون في الجدول، هي بتتحط في التاريخ، القمه رقم كذا بالظبط كسبها النادي الاهلي او كسبها نادي الزمالك. لكن انا ما بحبش اطلق، انا شخص دي وجهه نظري انا، تمام، دي مش بطوله خاصه. انا ما بحبش احمل حاجه اكتر من معناها، هي مباراه مهمه، وانا شايف على النادي الاهلي انه يسعى للفوز بيها بقوه، ولا يتنازل عن الفوز، ولا يلعب حتى على التعادل. لكن انا شايف وجهه نظري انها مش بطوله. وجهه نظر يعني، بس يعني البعض احنا بيقول البعض إيه؟ اطلق عليها لفظ البطوله للاهتمام الكبير بيها، للاهتمام الكبير بيها، لكن البطوله ليها درع، والبطوله ليها درع يعني لابد ان يسلم في النهايه. طب بالنسبه للدرع بقى، هو ليه الاهلي ما ياخدش الدرع في الملعب يعني؟ ليه، ايه المشكله؟ انا الموضوع ده في المقدمه اتكلمت فيه، ايه الازمه ان فريق، سيبك ان الاهلي خد الدوري، اي فريق يكسب الدوري ليه ما يحتفلش بالبطوله في ارض الملعب بالدرع، وان شاء الله يكون في تواجد الجماهير بعد كده؟ ايه السبب ان السنه دي مش موجود؟ هو بقاله فتره ما بيبقاش موجود، اخر مره 2015 لنادي الزمالك لما فاز ببطوله الدوري. شايف ايه وجهه نظرك في الموضوع ده؟ انا هديك مثال بسيط. في الجوله الاخيره من الدوري الانجليزي كان ليفربول بيلعب مباراه ومانشستر سيتي بيلعب مباراه، صح، وكان ممكن ده ياخد الدوري، وكان ممكن ده ياخد الدوري. كان النسخه الاصليه من الدرع موجوده فين؟ عند مانشستر سيتي بصفته ان هو حامل اللقب، فلو ولو كان موجود كان في نسخه احتياطيه موجوده فين؟ في ليفربول. هل تعتقد ان الامر لو مش بالاهميه ان يكون في احتفال وان يكون في درع زي ما بيقولوا العريس موجود، هل الناس دي مش هتفكر ان يكون عامله كل احتياطاتها ان لابد ان البطل يكون متوج؟ بالظبط، دي الناس شايفه اصله مش عزه، الفكره كلها مش عزه، هندور على هنعمل العزه فين؟ لا، ده جزء من الصناعه على فكره، ده جزء من الصناعه، الصوره الاخرانيه اللي هتطلع دلوقتي. المفروض ان 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 اي دوري في العالم بيحصل فيه تتويج، الصور بتم تنقلها في وسائل الاعلام العالميه. بالظبط، دلوقتي لما تطلع بكره وخلاص الموضوع انتهى واختم الدوري المصري، المفروض الناس بتشوف صوره، بتشوف صوره، صوره لفريق موجود قدامه كاس او قدامه درع بيحتفل، احنا فين؟ مفيش كلام ده عندنا. احنا السنه اللي فاتت سلمنا الدوري، درع الدوري في فندق، انا ما شفتش ده في العالم. يعني في الدوري الصومالي، مع احترام الدوري الصومالي او في اي دوري ايا كان، سواء دوري كبير او صغير، مفيش الكلام ده، مفيش. ليه؟ هو ايه الداعي؟ هو احنا بس عايزين نعرف ايه الداعي. امنيا مصر سلمت كاس افريقيا في في صح في, صح في في قلب سريق القاهره. يعني ايه الداعي؟ هو مين صاحب القرار دلوقتي؟ مش عارف، مش اللي وقف ثروت سليم؟ لا مش عارف، ما اقدرش اقول لك مين صاحب القرار، انا مش عارف حقيقي. مين اللي يقول الدرع يتسلم ولا لا؟ مش عارف. هل ده اصلا في اللوائح يعني؟ هل ما بدانا مسابقه اشترطوا في المسابقه ان الدرع ده موجوده؟ ما اكيد، ما انا بسال. لا ما كانتش موجوده، انا بسال. هل دي كانت موجوده؟ وحتى لو كانت موجوده ايه الداعي ان انا ما اقدمش الصوره دي؟
ممكن فعلا تكون كانت موجودة وما ما يعني ما هي أنا بسأل يعني هو سؤال عايزين بس أنا ما بحبش أنا واحد من الناس ما بحبش فرض سياسة الأمر الواقع. أنا أحب إنك تطلع تاخد قرار وتقول إحنا خدنا قرار عشان كذا 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 كذا، احترام حتى لعقولنا، احترام حتى للصناعة اللي أنت شغال بيها، اعتبروها صناعة هنرتاح صح وهترتاحوا أنتوا أي مسؤول هيرتاح أكيد. فنيا بقى المباراة شايفها إزاي؟ المباراة على كل المستويات مباراة هتكون قوية جدا. كل فريق خلينا نقول ان الزمالك كان للاسبوع قبل الاخير عنده امال ولو ضعيفه انه ممكن ينافس على لقب الدوري، محتاج يثبت لجماهيره انه فريق قوي، محتاج يثبت انه هيقوم من عصرته بسرعه، خاصه انه كانوا في وجهه نظر البعض المرشح الاول للبطوله، فهو شايف ان هو فقد لقب، بس انا مش شايف كده، مش شايف ان الزمالك فقد اللقب. لا انا شايف ان النادي الاهلي حافظ على لقبه كويس. يعني انا شايف ان النادي الاهلي، لكن مش في فتره من الفترات كان الزمالك اقرب بصراحه لبطوله الدوري؟ بص اي سباق في ناس بتسبق وبتجري، بس في الاخر في خط نهائي. اللي بيقدر ينظم نفسه ويحسب خطواته ويرتبها هو اللي بيوصل خط النهايه قبل اللي سبقه. كويس. هو ده اللي عمله النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني مش هقول لك انه ساب بمزاجه، لا هي ظروف حكمت على النادي الاهلي انه يتاخر في البدايه، لكن هو قهر الظروف دي وعداها كويس. بس فعشان كده هو لحد اخر اسبوع كان النادي الاهلي ممكن يقول لك لو خسر اللقب خسر او ما قدرش يحافظ على اللقب. انما النادي الاهلي هو كان المرشح من وجهه نظري برضو المرشح انه ياخد البطوله في اي وقت. وعلى فكره انا قلت ده، والنادي الاهلي كان متراجع كتير جدا. انا قلت ده، فانا مش هطلع دلوقتي بقول ان هو كان اقوى وقهر الظروف زي ما بيقولوا بركب الحدث. لا انا واحد من الناس راهنت وتوقعت على الحدث، والحمد لله النادي الاهلي خير من تراهن عليه. حلو كويس، ده شيء مهم جدا. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي وفكر مستر مارتين لاسيرتي، هل ممكن يكون في بعض التعديلات في التشكيل بكره، خصوصا في ظل عوده ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم كان موقوف الماتش اللي فات، عاد يكون متاح بالنسبه لمستر لاسيرتي. شايف ان ممكن يكون في تعديلات بكره في التشكيل؟ اعتقد لا، اعتقد ان ممكن مستر مارتين لاسيرتي يشوف يعني يكمل بنفس الطريقه اللي لعب بها مباراه المقاولين. كويس. باستثناء بعض التغييرات، ممكن اعتقد ان صالح جمعه ممكن صالح جمعه يبدا بدلا من وليد سليمان. ليه حسابات ممكن يعملها كمفاجاه ان هو الزمالك عامل حسابه ان هو يلعب الاهلي يلعب باخر تشكيل، فيسحب وليد سليمان وينزل صالح جمعه، كلها حسابات ممكن تكون موجوده في المباراه، انما اعتقد ان القوام الاساسي هيكون موجود. القوام هيكون موجود. طبعا. هل ممكن يكون في توقع للمباراه بكره، خصوصا في ظل المعنويات العاليه عند لعيبه النادي الاهلي والمعنويات المنخفضه عند لعيبه نادي الزمالك بعد فقدان بطوله الدوري او خساره بطوله الدوري؟ كل فريق ليه معنوياته وليه دوافعه. النادي الاهلي يهمه جدا انه بعد الفرح اللي كان فيه ما يزعلش جمهوره، وهو نفسه ما يزعلش. صح. قصه انك تختتم الموسم بفوز على الغريب التقليدي نادي الزمالك المنافس ليك، اعتقد ان مهمه جدا للنادي الاهلي وجماهيره ولادارته ولكل محب النادي الاهلي، مهم ان هو يختم الموسم بفوز. على الجانب الاخر نادي الزمالك محتاج انه مش هنقول رد اعتبار، هو الفوز على النادي الاهلي مش رد اعتبار بالدوري، بيحتاج انه يختم موسمه بشكل كويس. بشكل كويس. تمام، اكيد نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه كويسه بكره ما بين الاهلي والزمالك، والاهم باذن الله النادي الاهلي هو اللي يفوز في هذه المباراه غدا. بالتالي جزئيه مهمه قوي بكره، ختام لموسم طويل جدا جدا، 363 يوم تعب كل واحد بيشتغل في المنظومه. الموضوع كان صعب يعني، مش تعب العيال بس، تعب الاداره بس، تعبنا احنا كمان يعني. تعب كل واحد في المنظومه. اخيرا الموسم ده هينتهي غدا ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك، ايه اللي لازم يحصل عشان نشوف موسم جديد من غير كل السلبيات اللي شفناها الموسم ده من وجهه نظرك؟ اللي لازم يحصل ان احنا يكون في منظومه. يكون في منظومه. هو احنا لما نحب نكلم اتحاد الكره، ما احترمنا الكامل للمدير التنفيذي اللي هو صورت فيلم، احنا عارفين انه مش مكمل. وده موسم برضو مكمل، يعني مين اللي هيعمل ايه؟ احنا مش عارفين. الرؤيه مش واضحه. نتمنى ان هي تكون واضحه الفتره اللي جايه،
اتمنى ان يكون في اسس وخيارات موجوده معلنه للناس كلها هيحصل كذا وكذا وكذا، مش كل وقت بحاجه مختلفه. محتاجين نعرف ان النظام اللي هيتحط دلوقتي هيمشي عليه المجلس الجديد اللي هيجي. مش معقول ان في وسط الموسم او بعد ربع الموسم ما يبدا المجلس الجديد يكون في تعديلات. التعديلات ديت هتضر الانديه وهتضر كل واحد في المنظومه. لابد اللي بيحط نظام دلوقتي يعرف ان هو مش مؤقت. يعني يعرف ان اللي بيحصل ده من مصلحه الكره المصريه، ومصلحه الكره المصريه لا تقل عن مصلحه البلد. اكيد. تمام؟ فلابد ان هو يفكر ويشوف التجربه اللي بره عامله ازاي، ويشوف انا ممكن احط ده جدول شكله عامل ازاي، وممكن احط طبعا خلاص اللوائح وكل حاجه اتحطت واعلنت، ومش هنتكلم فيها دلوقتي عشان مش مجاله. تمام. ولا وقته دلوقتي. لكن محتاجين اسس نبني عليها الفتره اللي جايه، ومحتاجين حد يعمل لنا ككره مصريه خطط قصيره الاجل وطويله الامد. يعني محتاجين نحقق ايه دلوقتي، ومحتاجين نحقق ايه كمان 5 سنين. مش بالصدفه، احنا كفايه صدفه. كفايه صدف فعلا، احنا ماشيين بالصدفه للاسف. كفايه ان احنا بنفكر حتى لو لسنه قدام. احنا لابد ان احنا نفكر لسنه قدام، ولابد ان احنا نفكر لسنين قدام. عايزين نبني جيل يقدر يرجع الكره المصريه زي ما كانت. عايزين نزرع حاجه مهمه افتقدناها الفترة اللي فاتت، وهي حب المكان اللي انت بتلعب فيه. حب او اعلاء مصلحة المكان اللي انت بتلعب فيه على مصلحتك الشخصية، خاصة لو كنت انت بتتكلم عن تيشيرت منتخب مصر. صح. لابد انك دي حاجة لابد انك تعليها، لابد انك تعلي المينتاليتي بتاعت اللاعب المصري. كويس. اوكي. طب بالتالي بما انك بتتكلم على المنتخب الوطني المصري، هل شايف الانسب خلال الفتره الجايه ده ملف ما هيكون مطروح بشكل كبير جدا بعد انتهاء مباراه الاهلي والزمالك فيما يتعلق بالمدير الفني القادم لمنتخب مصر؟ افضل ايه، الاجنبي ولا الوطني اللي يكون مدير فني؟ شوف، احنا وصلنا لمرحله ان احنا لحد اللحظه دي بنطرح السؤال ده. الافضل مدير فني محلي ولا مدير فني اجنبي؟ احنا المحتاجين نعرف الاول احنا نظامنا ايه، احنا عايزين ايه، وبعد كده نشوف هنجيب مدير فني اجنبي ولا محلي. بس اللي عايزه المصريين هو ان انت تنافس على بطوله الامم الافريقيه بشكل طبيعي. بإيه؟ وان يعني ما هو لازم يكون في نظام. اقيم النظام ده، انت لازم يكون موجود. اوكي. انا بتكلم على الاهداف اللي بتبقى متحدده لاي مدير فني جاي دلوقتي لمنتخب مصر. لما تيجي تطالب، انا عايز اوصل. مين هيطالب المدير الفني؟ الاتحاد الكوره. فين هو؟ ما هو هيجي اكيد. ما هو انت لازم تجيب مدير فني في وقت قريب. يعني الانسب ان انت تتعاقد مع مدير فني بعد ما اتحاد الكره الجديد يجي، ولا في خلال الفتره الحاليه؟ احنا مش عارفين اتحاد الكره الجديد هيجي امتى. هي المشكله زي ما بقول لك، هي معضله وحلقات مرتبطه ببعضها. طيب. هعمل ايه، ومين هياخد القرار، وهجيب مين. كويس. ولازم ده بسرعه. طيب خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي فاروق صلاح. يا فاروق، مساء الخير عليك، برحب بيك من جديد، وعايز اعرف اخر الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي ومرانه الاخير استعدادا لمباراه الزمالك غدا ان شاء الله. اتفضل. تحياتي ليك يا امير مره ثانيه، وللزميل خالد الفريدي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك فاروق. الجديد عندك ايه؟ خليني اقول لك يا امير، النهارده اثناء حضور الفريق وتواجد الفريق للملعب الاداء المرامي الاخير، تفاجئ الجميع بحضور الكابتن وائل جمعه صقر دفاع النادي الاهلي والمنتخب المصري اللي كان حريص ان هو يكون موجود. تفاجئ الجهاز الفني واللاعبين بوجود الكابتن وائل جمعه اللي كان متواجد في ملعب المرام في انتظار اللاعبين والجهاز الفني. صافح الكابتن وائل جمعه الجهاز الفني وتبادل. دي لقطات معانا على الشاشه اهي دلوقتي، كابتن وائل جمعه وهو بيزور معسكر النادي الاهلي في برج العرب قبل مباراه الغد امام نادي الزمالك، واكيد لقطه ولفته مميزه جدا جدا من اسطوره ونجم كبير قوي قوي زي الكابتن وائل جمعه. يعني اتفضل يا فاروق. يعني انا عايز اقول لك امير ان الكابتن وائل جمعه في اثناء الحديث مع الكابتن وائل جمعه بيقول انا بستغل الاوقات اللي يعني احاول ان انا اكون موجود جنب النادي الاهلي، موجود في المكان اللي فيه ريحه النادي الاهلي. قيمه وائل جمعه وقيمه واحد من اساطير كره القدم المصريه والاهلاويه والافريقيه الكابتن وائل جمعه امر مهم جدا. مدعبات واستعراض للذكريات مع الكابتن احمد فتحي وكابتن سليمان ورامي ربيعه. جو احساس العيله او البيت الاهلاوي يا امير. كلنا لمسناه
ايضا كابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم توجه اثناء وقوف الجهاز الفني مع الكابتن وائل جمعه، تفاجأنا مره ثانيه بدخول الكابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم لارض المران ويوجهوا التهنئه للجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين على لفته مميزه برضو طبعا رقم 41. والكابتن طارق العشري اثناء حديثه قال يعني قال انا عايز العلاقات اللي العلاقه القويه اللي بيننا وبين النادي الاهلي واللي بيننا وبين كافراد منظومه رياضيه ان احنا نحافظ على هذا الامر، وانا النهارده برو بكبادره ببقى موجود ولازم ان احنا كافراد المنظومه الرياضيه نحاول ان احنا ننمي هذا الامر ونساعد على هذا الامر. فبنتوجه بالشكر طبعا للكابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم كابتن وائل جمعه. دي كانت يعني من ابرز الامور اللي في مران الاهلي اليوم يا امير. انطلق المران وبدا المران في كمان الساعه 7 الا ربع حاله من السريه، يعني لكن في حاله من السريه، حاله من التركيز من اللاعبين زي ما استعرضنا واتكلمنا الروح المعنويه، الروح المعنويه والروح العاليه اللي عند اللاعبين والتفاؤل الموجود عند اللاعبين والتركيز في روح جوه اللاعبين من على ضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بمشيئه الله فوز على نادي الزمالك من اجل انهاء الموسم بانتصار. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي فاروق صلاح قال لنا كل الاخبار المتعلقه بمران النادي الاهلي في هذه اللحظات واستعدادا لمباراه الهامه جدا جدا بكره ان شاء الله امام نادي الزمالك. ومن ابرز الاخبار زياره النجم الكبير جدا جدا واحد ابرز نجوم الكره المصريه في خط الدفاع بالتحديد الكابتن وائل جمعه، اكيد زياره مهمه ومميزه في توقيت مهم بعد الفوز ببطوله الدوري وقبل مباراه مهمه زي مباراه نادي الزمالك. شايف مدى تاثير هذه الزياره من نجم كبير زي كابتن وائل؟ الكابتن وائل جمعه في الظروف دايما المباراه المهمه المباراه الصعبه الظروف الصعبه دايما بيكون حريص انه يكون موجود في وقت ما يكون موجود في مصر. وده دور كل اولاد النادي الاهلي على فكره. كويس. ده دور موجود ودايما واقفين في ظهر النادي، دايما موجود بيحفزوا اللعيبه، دايما بيكونوا موجودين معاهم على وقت ما بيكون مهم ان هم يكونوا قريبين بيكونوا قريبين، وقت ما بيحسوا ان هو محتاجين يبعدوا عشان حاجه معينه او تركيز او اي مكان بيبعدوا، وهم عارفين التوقيت اللي بيكونوا موجودين فيه وهو مرحب بيهم في النادي الاهلي في اي توقيت هم بيختاروه. طيب قبل ما اختم معاك، هل ليك اي توقعات لمباراه بكره ان شاء الله؟ الاهلي انا زي ما بقول لك انا دايما شايف ان في اي منافسه او اي بطوله مش افراط في التفاؤل، بس دايما بشوف ان الاهلي هو مرشح دائما للفوز باي بطوله او اي مباراه، وده الطبيعي انه يدخل النادي الاهلي. دايما زي ما بقول لك دايما نراهن على النادي الاهلي، بتراهن على فعلا على حاجه مش هلاميه زي ما بيقولوا، ليك اسبابك وليك رؤيتك انك لازم تراهن على النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد امام نادي الزمالك. قبل ما اشكر زميلي العزيز خالد التريبي والناقد الرياضي الكبير، خلينا نقول لحضرتك ان بكره هيكون في تغطيه خاصه جدا من قناه الاهلي لمباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، مباراه 118. التغطيه هتبتدي بالتحديد من الساعه 4 عصرا من خلال اطلاله صحفيه هكون معاكم ان شاء الله باذن الله فيها. بعد كده هيكون في استوديو من استاد مختار التتش هيقدمه زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهيكون ضيوفه كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش نجوم النادي الاهلي الكبار. وبعد كده ينطلق الاستوديو الرئيسي التحليلي لمباراه القمه من خلال طبعا الكابتن اسلام الشاطر، وهيكون ضيوفه كل من كابتن حماده صدقي، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني، بالاضافه طبعا لفقره الارقام مع الدكتور احمد ثابت، وفقره تحكيميه هتكون مع الكابتن سمير عثمان. دي التغطيه الخاصه بمباراه الغد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ان شاء الله تكون تغطيه مميزه. استاذ خالد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وكنت مبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده. انا مبسوط كذلك يا امير، ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهيره الفوز بالدوري والفوز بالقمه ان شاء الله. الف الف مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. دي كانت فقرتنا النهارده، الفقره الاخيره من حلقه كلام في الميديا. استنونا وحلقه جديده ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.